في خبر آخر، شب حريق بإحدى العمارات بحي عبد الرحمن ميرا ببلدية بلوغين بالعاصمة إثر شرارة كهربائية نتيجة خطأ تسبب به أحد العمال الذين كانوا يقومون بعمليات ترميم العمارة، حيث لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في حين تم تسجيل خسائر مادية معتبرة. في التغطية كان الزميل عادل غضبان. قبتي وتاع الماء راح يسودي بشاليمو، يسودي بشاليمو قدامتي ولا سمعت ما تاع الغاز. علاش؟ كي هضرنا معاه قال لك على بالنا واش انا نديرو حنا. صرات الكارثه، ترتقت. ترتقت التيو تاع الغاز بدا تشعل، فاهم؟ حنا واش درنا؟ خرجنا حنايا الجيران، خرجناهم الجهه اللي ملهيك، نسا كبار صوتهم ملهيك، لي بومبي ما كاش، فاهم؟ دفريناها. اسم المواطنين اللي يعطيهم الصحه هما الاولين اللي اتصلوا بنا، وهما اللي بلغوا بالحادث، وهما اللي وقفوا الاولين، وما زادوا التحقوا مصالح الحمايه المدنيه، قاموا بالواجب كما رانا نشوفوا. الحمد لله راهم في المرحله الاخيره من اخماد الحريق، والحمد لله ما كاش خسائر في الارواح، الحمد لله. ديجا ما عندناش امبيلونس ديال بريليمينار دو سكي فيا دو سو باسي. اولا جينا نعينوا في عين المكان الحادث المؤسف اللي صار اليوم في 78 شارع رائد ميرا، ونتأسفوا ايضا على يعني الخسائر الماديه اللي صار للعائله، والحمد لله السلامه، لان ما كانش خسائر بشريه، وان شاء الله يعني السكن اللي راهو لهنا يعاود يرجع كما كان ان شاء الله. والمؤسسة المكلفة الوكالة العقارية راح تعاود السكن هذايا، وتعاودوا وتعاود ترمموا إن شاء الله.